بالنسبة سيد سابق ذكر في التصوير إن في صدر الإسلام حرم التصوير لأنهم قريبين عهد من عبدة أصنام، فاستدل بذلك في الأحاديث، ثم قال إن التصوير أبيح، واستدل في حديثين، هذا الحديثين هم مذكورين، قال والذي يدل على الترخيص ما رواه يسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. عفوا، قبل ما تقرأ النص يدل على الترخيص، ترخيص ماذا؟ ترخيص التصوير. ترخيص التصوير، نعم، وترخيص اقتناؤه، ولا الاقتناء دون التصوير، ولا التصوير دون الاقتناء؟ والله شيخ تسمع الحديث؟ لا، قبل ما اسمع الحديث بيقول فهم الترخيص ال هنا الترخيص للاستغراق والشمول ولا للعهد اللي في الذهن؟ الترخيص في التصوير ولا الاقتناء به. كويس، تفضل. إن الملائكة لا تدخل بيتك فيه فيه الصور. إيه بيجوز يعني اللحن في حديث الرسول. إن الملائكة لا تدخل بيتك فيه الصور. طيب. قال يسر، ثم اشتكى زيد فأدناه فإذا على بابه يسر فيه صور، فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رغما في ثوب؟ وعن عائشة قالت: كان لنا ستر في تمثال طاهر. اصبر شوي الآن حتى ما يتسع علينا البحث. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على الاقتناء ولا على التصوير؟ هذا يدل على الاقتناء. وين التصوير؟ أنت قلت على التصوير والاقتناء. لأن هو سيد سابق أجاز في هذا الحديثين. أنا ما أريد أن أسمع الاعتمار بأمر الموجه هنا، ما بدنا نسمع أسماء. المهم خلي الكتاب يعني نطوي اسمه ألفه، بس أنت قل لي كيف يستدل بهذا الحديث على إباحة التصوير وإباحة اقتناء الصورة؟ يعني باختصار، ألا تلاحظ معي أن الحديث يعالج الاقتناء وليس التصوير؟ صح؟ طيب، هنا نقف في نقطة أخرى. هل الحديث يعطينا اقتناء كل صورة؟ لا. والدعوة كل صورة؟ إذا سقط الدعوة لأنه دليلان هذا على ذلك. وضح لك ولا لا؟ لكن شيخ يعني مو ممكن يصير أن ما دام جاز اقتناء هذا الرقم الذي في الثوب جاز تصويره؟ لا. ليش؟ لأنه سأقول هذا الثوب لا يجوز شراؤه لأنه التصوير محرم، التصوير محرم لا نشك في ذلك، أما الذي يشك فلا معه بحث آخر. فمن كان معنا على أن التصوير محرم حين ذاك نقول مذكرين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنت أيها المسلم حينما تدخل متجر الثياب وتجد فيه ثيابا مصورة أشكالا وألوانا وتشتري منها لزوجك وولدك فضلا عن بنتك، لا شك أنك في هذا العمل ساعدت المصور على تصويره، وهذا لا يجوز إسلاميا. لكننا نقول لو أن إنسان اشترى سجادة أو اشترى ستار أو أي شيء وتبين له فيها صورة لم يكن متنبعا لها، فإن استطاع أن يزيلها دون أن يعني يهلك هذا الثوب هذا المتاع ويصيب فيها ضرر لا يمكن انتفاع به، يتمتع بها حتى تتهرى وتزول. أما أن يتقصد المسلم شراء الثوب فيه صورة، هذا كأي إنسان يشتري شيء فيه عانى على معصية، هذا لا يجوز. طيب، إذن خلينا نتابع الموضوع. الحديث ليس فيه إباحة كل صورة، هات نشوف، شوفي بالحديث إلا رقما في ثوب.
في غير هذا؟ في حديث ثاني. لا هذا بدنا نخلص الأولاني يا أخي. لا ما في غير هذا. إذن هذا ما في دليل؟ ما في دليل الدعوة؟ ما في دليل على أي واحد تصوير. طيب أنا أرى أنه صاحبة الجن كأنه عنده سؤال، تفضل. مشايخنا جاب بالنسبة للصور ولم يأتي يعني بشكل محدد أو نوع معين للصور. هو البحث بارك الله فيك في الكتاب، هل هو في الصور بصورة عامة يعني المحرمة والمباحة، ولا في الصور التي اختلف العلماء في تعريمها؟ طبعا في المحرمة انتهينا منها. نعم المحرمة ما نشرت حتى في المباحة هني يكون الصور أو كيفية الصور منها عشان بالضبط. عفوا ما أجبتني عن السؤال، يعني صور بارك الله فيك، في صور العروق هذه وفي صور جبال أنهار وديان، هل نؤلف ساق الحديث من أجل هذه الصور؟ لا ما أصلا. أنت بتقول البحث عام، هذا من جملة العام. إذا ساق الحديث من أجل أي صور؟ صور فيها شبهة ولا يختلفوا في تحريرها؟ يعني صور ذات الأرواح. إذا أين الدليل في هذا الحديث على جواز أولا التصوير؟ وهذا انتهينا منه، ليس فيه دليل. ثم أين الدليل فيه على جواز اقتناء هذه الصور، صور ذوات الأرواح؟ أين الدليل في الحديث حسب ما أنت تريد أن تقول؟ ما يعني الأول أنكروا عليه الصور. كويس. ثم بين ذلك يقول فقال عبد الله ألم تسمع حين قال إلا رقما في ثوب. طيب ايه كما رقم في ثوب معاي ما يفهم خاصه يعني حرم الكل ثم استثنى هذا في قوله الاولى. نعم. فلم يسمعه هذا، فلما جاء الله راى هذا الشيء قال لا انت ما سمعت. صحيح، بس رقم في ثوب يا اخي هذا من الناحيه العلميه الاصوليه الفقهيه مطلق. رقم في ثوب يطلق على هذه الصوره التي امامك، طبعا هذا مش مراد انا معك فيها، ويطلق على أي صورة ذات روح لكنها ممزقة فهي رقم في ثوب، صح ولا لا؟ ترى بماذا نفسر هذا الاستثناء في هذا الحديث تفسيرا يتجاوب مع الأحاديث الأخرى ولا يتعارض؟ هل نقول إلا رقم في ثوب أي صورة كاملة وصورة معلقة، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هتك الستر الذي كانت السيدة عائشة وضعته على بابها، ولما الرسول عليه السلام جاء من السفر أبى أن يدخل وهتك الستر هذه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء يصورون. فلما هتك الرسول عليه السلام إذا كان يبيح بقوله الرقم بالمعنى العام؟ ليس هناك أبدا نص يبيح الرقم بالمعنى العام، ولكن في هذه الإباحة إلا رقم في ثوب. رقم في ثوب كما فعلت السيدة عائشة، أخذت قران قطعته قطعا اتخذت منه وسائد، وكان يوجد في هذه الوسائد آثار تلك الصور، فهذا رقم في ثوب وفعلا صار رقم. لذلك لا يجوز أن نأخذ الأحاديث ونضرب بعضها في بعض أو أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وإنما نجمع بين الأحاديث ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا ما يبدو لي بالنسبة لملاحظتك أنت بصورة خاصة إلا رقم في ثوب. هذا حديث عائشة بقى الثاني. عن عائشة قالت كان لنا الشكر في تمثال صائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيت ذكرت الدنيا. فهذا يعني في الحديث نتمنى أن إذا كان صحيح أنا ما أعلم عن صحيح هذا صحيح صحيح إيه؟ فنفهم أن ما في تحليل لأن ما نهى الرسول عن وضع هذا فقال حولي يعني ضعيف في مكان آخر. فإجازة أن احتفاظ في ستر في صورة تمثال أو طيب خلاص. نعم. هذا فعلا لا يفيد التحريم،
لأنه معنى ذلك أن الرسول أقر الطائر هذا لكن مش أمامه، يعني بنهي أقره لكن مش أمامه. الإقرار أضعف أدلة الجواز، لأنه الحكم يؤخذ من قوله عليه السلام أو فعله أو تقريره. فأنا نراه أقر هذا الطائر لا شك، فهذا الإقرار يدل على الجواز. هل كل شيء أقره الرسول عليه السلام يبقى على الجواز أم يمكن أن يأتي قول من أقواله فيبين لنا أن هذا الذي أقره في دور من أدوار تشريعه قد أخذ حكما آخر؟ ما تصورون هذه المقدمة واقعة في الشريعة الإسلامية؟ أنا أتيكم بمثل من التاريخ الأول. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الحديث في صحيح البخاري، بينما هو يتهيأ للبناء بأهله فاطمة بنت الرسول عليه السلام، جاء بناقة له وبركها أمام منزل حمزة، ثم انطلق. ولما رجع وإذا ببطن الناقة قد بقر، ولما سأل عن الباقر قيل له حمزة، وإذا به يرى حمزة ثملا سكران، ويذهب ويشكو أمره للرسول عليه السلام. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى هذا المنظر، ويبدو أنه كأنه يعني لام حمزة، فما كان منه إلا أن قال مخاطبا الرسول عليه السلام: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ لو إنسان واعي لما يقول قال في حالة الإباحة ثانيا، فماذا فعل الرسول عليه السلام؟ هل قال له الخمر حرام وليه أنت سكرت؟ لا، سكت. لماذا؟ لأنه لم يكن بعد قد جاء الدور تحريم هذا الخمر الذي كانت تري به العرب في جاهليته. ومثل هذا يقال عن الصور وما هو دون ذلك الكثير. فلما نقرأ هذا الحديث بلا شك نأخذ أنه إقراره إباحة، لكن هل نضرب أحاديث التحريم بهذا الحديث؟ هذا لا يجوز عند عالم من علماء المسلمين إطلاقا. من أجل ذلك، أي من أجل ضبط منطق الفقيه، وألا يميل اليمين ويسارا ويضرب الأحاديث بعضها ببعض، أو يأخذ ما يشتهي منها ويدع ما لا يشتهي، وضعت قواعد علمية أصولية. منها إذا جاء نصان متعارضان من قسم المقبول، هذا الحديث الثابت، وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، وهذه الوجوه قد أبلغها الحافظ زين الدين العراقي في حاشيته على مقدمة علوم الحديث أكثر من 100 وجه. الفقهاء مع الزمن وجدوا أكثر من 100 طريق يمكن التوفيق للنصين المتعارضين. رقم 1 ما أمكن توفيق، 2 3 إلى آخره، لابد ما تجد توفيقا في الأخير بوجه من هذه الوجوه. قد أجمل القول عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه نخبة الفكر، كتاب في المصطلح مكثف جدا بس حشي ملع علما. يقول في قسم الحديث المقبول: إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. هو يسكت تفصيل بعض في الشروح كما ذكرنا أنفا. فإن لم يمكن التوفيق صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، معرفة المتقدم من المتأخر. فإن لم يمكن صير إلى الترجيح، بأن يقال مثلا هذا من عندي كبيان
وماذا يعني بالترجيح؟ أي أن يؤخذ بالأقوى ويترك القوي. فإذا جاء حديثان متعارضان لم يمكن التوفيق بينهما بوجه وجود التوفيق الكثيرة المئة وزيادة، ثم لم يمكن معرفة الناسخ المنسوخ من الله، وجب المصير للترجيح بالأخذ أقوى. وإذا كان أحدهما حسنا والآخر صحيحا ترك الحسن وأخذ بالصحيح. إذا كان أحدهما صحيحا فردا وكان الآخر صحيحا مستفيضا أو مشهورا ترك الصحيح الفرد وأخذ بالصحيح المستفيض أو المشهور. إذا كان أحدهما صحيحا مستفيضا وكان الآخر متواترا ترك الحديث المستفيض المشهور وأخذ بالحديث المتواتر. أي ثلاث وجوه ثلاث مراحل. قال: فإن لم يمكن الترجيح توقف الباحث ووكل الأمر إلى عالمه، وما أتيت من علم إلا قليلا. نرجع الآن من جملة وجوه التوفيق، هل هي أول مرحلة نلجمها بين حديثين متعارضين؟ النظر إذا كان أحدهما حديثا قوليا والآخر حديثا فعليا. الأول قاله الرسول عليه السلام بلسانه ووجهه خطابا إلى أمته، والآخر فعله في ذاته وشخصه، لكن هذا هو عارض ذاك، ترك هذا وأخذ بالحديث القولي. إذا جاء حديثان متعارضان كلاهما من قول الرسول ليس من فعله. والأمثلة هنا في الحقيقة كثيرة ومفيدة جدا. مثلا ما ابتلي به الناس اليوم ولبعدهم عن الفقه، يشرب أحدهم قائما، يقال: يا أخي لا تشرب قائما، الرسول نهى عن الشرب قائما، بل في رواية مسلم أخرى زجر عن الشرب قائما، بل في حديث أحمد أنه رأى رجلا يشرب قائما قال له: يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فقد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. بدخلهم هذه الأحاديث، وإلى في آخر رواه البخاري أن الرسول شرب قائما، ترك القول وأخذ الفعل. ليش قالوا إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل؟ لأن الفعل يعتبره ويحيط باحتمالات عديدة. أول ذلك يكون فعله في حال الإباحة، مثل ما ضربنا مثال عن خمر أنيل. ثاني ذلك يجوز يكون فعله لعذر ما. أخيرا يمكن يكون هذا خصوصية من خصوصياته. فما دام قال للأمة قئ، نسيت أن أقول لكم لما قال: يا ذاك الرجل قد شرب معك من يشرب منه، الشيطان. قال له قئ 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 قئ، لا يقال بالنسبة للإنسان فعل جائزا. فلو كان الشرب جائز كان ما بيشدد على هذا الشارب، ولا بيقول له اقترن الشيطان معك، كما هدد الرسول عليه السلام في بعض المناسبات الزوجين أن لا يذكر اسم الله حين الوقاء فبيشاركوا الشيطان. هذا شيء يعني خطير جدا. فالشاهد تعارض الفعل مع القول، قدم القول على الفعل. لكن المشكلة إذا جاء حديثان قولان متعارضان، حينئذ تأتي قاعدة هامة جدا. قالوا: يقدم الحاضر على المبيح، يقدم الحاضر على المبيح، المانع من الحاضر المنع. بس هذا اصطلاحهم، يعني يقدم الحاضر على المبيح. الآن هنا ايش؟ اولا في عنا فعل وقول، منطبق القاعدة الاولى، اذا تعارض الفعل مع القول بيطلع القول اقوى من الفعل. ثانيا لو كان قول هنا في تصريح في إباحة هذا الشيء، لما بيجي النهي عنه فمنقدم النهي، لأنه نفهم من النهي أن المنهي عنه من في دور الإباحة، وإلا لمنها عنه. وهذه قاعدة أيضا مهمة جدا، وهي: كل نص شرعي تضمن نهيا عن شيء فهو ينتهي تحته أن هذا الشيء يوم ما مر في دور الإباحة، إلا ما كان شركا
الذي لا يتصور أن يكون مباحا يوما ما. وهكذا إذا لاحظنا مثلا تحريم الذهب فكلنا يعلم أن الذهب كان يلبس، حتى بعض الصحابة استمروا في لبسهم الذهب بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن براء بن عازب قالوا كيف أنت تلبس؟ قالوا لهم أنا هذا خاتم ألبسني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت لأدع شيئا ألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه معذور مش معذور بحث ثاني، لكن هذا فعله مع أنه في هناك حديث تنهى نهى عن لبس الذهب، نهى عن خاتم الذهب، نفهم ضمنا أن هذه الأشياء التي نهى عنها كانت تفعل. وهذا أمر بدهي جدا، لأن قبل ما يجي الرسول عليه السلام وأن يقال له يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخره، كان في هناك حرام وحلال؟ ما في أي شيء. فإذا جاء وقال هذا حرام رأسا نفهم أنه كان قبل أن يقول هذا حرام كان حلالا، نهى كان مباحا ونهى عن ذلك. وإذا عرفنا هذه القواعد الفقهية الأساسية حينئذ سهل علينا أن نفهم أن هذا الحديث أولا من حيث إسناده في صحيح مسلم، ثانيا أن هذا في إقرار نعم الرسول ما جاء ليطيح من الوسائل الوثنية الشركية طفرة واحدة، وإنما على سبيل التدرج. فما دائم في عندنا أحاديث مش حديث واحد، أحاديث كثيرة فيها لعن المصور، وفيها نهي من يقتني الصورة، وفيه نهي من يعلق قرآن في صورة أو يتخذ وسادة في صورة، هذه كلها تبين لنا بأتم بيان أن هذا الحديث كان في مرحلة الإباحة المطلقة، ثم جاء التشريع فتضمن التشريع تحريم التصوير وتحريم الاقتناء، وقال بالنسبة للاقتناء لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، ومن ابتلي بثوب فيه صورة فإن تمكن من التغيير فهذا واجبه. في شيء؟ فمن ابتلي بثوب فيه صورة وتمكن من تغييره فهذا واجبه. وكلنا يعلم قصة وعد جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتيه في ميعاد معين، فرؤي الرسول عليه السلام حزينة مكروبة، فقالت له أم سلمة رضي الله عنها ما لك يا رسول الله؟ قال إن جبريل وعدني ولم يأتني، وإذا جبريل يروح خارج الغرفة، فصار إليه وقال له جبريل عليه السلام إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب، فانظر فإن في البيت جر كلب، وانظر فإن في البيت كراما فيه صور الرحال أو رجال، فمر بالكلب أو بالجر فليخرج وينضح مكانه بالماء، وامر بالصورة فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة. قال فنظروا فوجدوا جرا للحسن والحسين جاء به ليراه تحت السرير فأخرج ونضح مكانه بالماء، ونظروا فوجدوا خراما في صور رجال فغيرت حتى صار كهيئة الشجرة فدخل جبريل عليه السلام. إذن لا يجوز تعليق الصور بعديد من الأحاديث، ومثل هذا يحمل على وقت الإباحة.